شهر رمضان 2021 أكيد باش يكون حامل العديد من المضامين والمحتويات الدرامية المتنوعة اللي اختاروها صناع المسلسلات الدرامية اللي باش تتعرض في أغلب القنوات التلفزية التونسية. كقراءة أولى أو كنظرة أولى على محتوى هذه الأعمال أو المسلسلات، النجم يمكننا القول أنه سنجد العديد من المواضيع المتنوعة والتي لا تبتعد أيضا عن بقية المواضيع المطروحة في الدراما العربية. أنا حسب اللي قاعد نشوف فيه توا من أصدقائي اللي قاعدين يصوروا زيادة، فما تنوع كبير في الدراما السنة، سواء كان في الضحك وإلا في التراجيديا، اللي هو مثلا عندنا الفوندو، عندنا أولاد الغول اللي هو بطولة فتحي النداوي، زيادة فما أعمال أخرى كما المايسترو، كما 16 اللي موجود فيه هنا في قناة نسمة إن شاء الله. مسلسل حرقة لأسعد الوسلاتي اللي فيه خيرة من ممثلين كما وجيه الجندوبي، عايشة بن أحمد، برشا ممثلين اللي معناها عندي عليهم فكرة، معناها مرتبط بالوضع التونسي اللي برشا شباب قاعدين يحرقوا. بالنسبة للمسلسل فوندو الذي سيعرض على قناة الحوار التونسي، عودتنا الفنانة الكبيرة أو الفنانة الممثلة المخرجة سوسن الجملي زادة بارتباطها الوثيق بمشاكل الواقع مثل الموجة الجديدة متاع الشباب وغرامهم باللوك، نقولوا احنا المظهر الخارجي الوشم وكذا، هذه اللي نعرف معناها ركزت على معناها إظهار نوعية من الشباب. مي سنة سمعت معناها الأكيد أنه سنة بش يكون عنده بش يحكي على الفساد. تعليقي على أنه الدراما التونسية تعرضت لعديد المشاكل أو السقوطات المهنية أو الأخلاقية أو غيره، أنه كان هناك هذا وهذا، يعني كانت هناك مسلسلات ناجحة جدا ونجحت أنها تلم العائلة أو سيت كوميت أو مسلسلات هزلية كما سيبتي العزيزة أو كما غيره، وكانت فما مسلسلات جريئة لكن نجحت زادة وحبوها الجمهور. أحلى الجمهور التونسي راهو يسب ويتفرج. والله المشاهد معناها نحكي على المضمون، راهو شوف راهو نقل الواقع ما نحشموش منه، معناها نقل الواقع اللي قاعدين نعيشوا فيه اليوم. تونس ككل معناها فيها برشا مظاهر من مظاهر الإجرام، مظاهر العنف، شوفوا حتى في منابرنا السياسيه، في البرلمان ككل. اليوم اللي تنقل في التلفزه راهو علاش نشوفوا فيه كاين احنا رانا نحكيوا في الواقع. الواقع مرير جدا، والعمل الدرامي اصبح يريد ان يغطي او ان يفوق الواقع في الحدث، دونك يذهبون الى المشاهد الصادمه واللي هي في الواقع موجوده. معناها عندما نقول الاغتصاب موجود بطريقة غير عادية، الانحراف، الجريمة، الإرهاب، غسيل الأموال، الفساد، تبييض الأموال، التحيل، السرقة اللي هو موجود وبكثرة بعد الثورة بكثرة في تونس. أعمال ولد تعطي في الواقع كما هو فقط. مسلسل أولاد مفيدة كان هو المنعرج، ممكن نقول الخطير نوعا ما، في أنه التجارب اللي تجي بعدها الكل تكون أخطر في طرح المواضيع اللي هي موجودة صحيح، لكن ديما نقولوا إنه الدراما التونسية أو الدراما بشكل عام هي مرآة للمجتمع، وبودنا إنها تكون مرآة على الأقل نظيفة وتحمل رسالة هادفة للمشاهد التونسي أو العربي بشكل عام. أكيد فقر في الإنتاج، لأنه أزمة الكورونا وما فماش مستشهرين وما فماش فلوس، وأكيد ما فماش قناة ما تحبش تكون موجودة في السباق الرمضاني، خاطر هذا في المستوى الإسلامي الكل، معنا نحكي مش على العالم العربي، على العالم الإسلامي الناس تستنى في مسلسلات رمضان. فالقناة اللي تحب تخدم وتدخل استشهار وشوية فلوس أكيد تحب تخدم في رمضان، إذا كان ما خدمتش في رمضان وجمرت البيت معناها راهي ما عندهاش فلوس، سهلة الحكاية.
رجعنا لسنوات الحنين، سنوات محليها عندما معني قبل السوشيال ميديا وقبل الانستغرام، خاطر العائلة تشتتت بحكم التقدم التكنولوجي والتواصل. دونك قبل كنا على المسلسل نتقابل ونلتقي عائلة كاملة، ونحب ذلك المسلسل ونجد فيه ذلتنا. ذلك عندما تمت الإعادة رجعتنا إلى ذلك الحنين، وشوف لي حل أبرز مثال على ذلك. للأسف عجلة الإنتاج متوقفة تقريبا تماما ولسنوات طويلة، وهي عادة سيئة بين ظفرين، عادة تونسية سيئة لقلة الإنتاج الدراما التونسية لعدة أسباب أيضا، أهمها وأولها وآخرها مادية. فإدارة البرمجة في القنوات هذه تضطر لإعادة بث المسلسلات القديمة، وكانت ويمكنني القول أنه العادة هذه أصبحت حميدة لدى المشاهد التونسي. لماذا؟ لأن الجيل الجديد تمكن من الاطلاع على الأعمال التونسية القديمة، تعرف على تجارب العديد من الممثلين.